السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم بلقائنا الجديد على برنامج الرسام ثلاثي الأبعاد. معكم عبد السلام. بلقائنا اليوم رح نصمم مشهد عن الفضاء، والأستاذ أحمد رح يطبق على هذا المشروع درس تعليمي في لقائنا الجاي. سنقدم لكم معلومات شيقة عن الكوكب الأحمر المريخ. يعرف كوكب المريخ باسم الكوكب الأحمر، وهو الكوكب الرابع من حيث البعد عن الشمس في النظام الشمسي، ويصنف على أنه كوكب صخري، وسمي بالكوكب الأحمر بسبب لونه المائل إلى الحمرة. يبلغ قطر المريخ حوالي 6800 كيلومتر، وهو بذلك مساو لنصف قطر الأرض وثاني أصغر كواكب النظام الشمسي بعد عطارد. تقدر مساحته بربع مساحة الأرض. ولكوكب المريخ قمران، يسمى الأول منهما ديموس، وهي كلمة يونانية تعني الرعب، والثاني يسمى فوبوس وتعني الخوف. ويعتقد العلماء أن كوكب المريخ احتوى على الماء منذ ما يزيد عن 3 مليارات من السنين، الأمر الذي جعل بعض العلماء المعاصرين يصرحون فرضية وجود مياه على كوكب المريخ. وبعد ما شغلنا البرنامج وأخذنا أبعاد مربعة، رح نبدأ بالرسم. رح نضغط على مفتاح 3D Shapes، نضغط على هذا الخيار، وهلأ رح ناخد هاي الفرشاة ونبدأ بالتلوين. رح نختار هذا اللون مثلاً،